وفي موقع الهيئة نت، الدفاع المدني تمكن من انتشال 22 جثة جديدة من تحت أنقاض المنازل وسط الموصل القديمة. في صحيفة المدى، ينامي 365 قتيلا وجريحا خلال الشهر الماضي. في موقع كتابات، النزاهة العراقية، إحالة 3095 متهما بالفساد إلى القضاء، بينهم 18 وزيرا ومن بدرجتهم. في موقع الجزيرة نت، روسيا تقصف إدلب بعنف انتقاما لإسقاط طائرتها. في صحيفة العربي الجديد، سباق تسلح يهدد أوروبا بسبب الخطر الروسي. في صحيفة القدس العربي، تنفيذية منظمة التحرير تطالب الحكومة بإعداد خطط فك الارتباط مع إسرائيل وتعليق الاعتراف بها. وفي صحيفة الحياة، احتدام القتال على أبواب صعدة.